نواصل أيضا أخبارنا فيما يخص الجانب الأمني، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني لبئر مراد رايس 9 أشخاص سببوا الرعب والهلع وسط سكان حي المالحة بعين النعجة أمس الاثنين. وقام الموقوفون بانتهاك شقة أحد المواطنين وتهديده بمختلف الأسلحة البيضاء، وأدى تدخل مصالح الدرك الوطني لتوقيف أفراد العصابة وشل مخططاتهم إلى جانب حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع. على إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باشتباكات بواسطة أسلحة بيضاء بحي عدل عين المالحة بلدية جسر قسنطينة. على الفور تم تشكيل دورية مدعمة بفصائل الأمن والتدخل. عملية التدخل السريع مكن من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق، وقاموا باقتحام شقة أحد المواطنين وتهديده بالسلاح الأبيض، غير أنه تم السيطرة على الوضع والشل جميع مخططاتهم الإجرامية الخطيرة. وقد أسفرت هذه العملية النوعية من توقيف 9 موقوفين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي من أجل جناية تكوين جمعية أشرار، جناية جنحة انتهاك حرمة منزل، جنحة عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على حياة أعوانها، التهديد بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي ملك الغير، حمل سلاح أبيض بدون سبب شرعي. جدير بالتنويه أنه على خلاف ما تم تداوله عبر مختلف التواصل الاجتماعي على أساس أنه تم توقيف هؤلاء المجرمين على أن على خلفية إثارتهم الفوضى ورفضهم الانصياع لإجراءات الحجر الصحي، إلا أنه في حقيقة الأمر تم توقيفهم بسبب ارتكابهم لجرائم تمس بالقانون العام ولضلوعهم في إثارة الرعب والهلع بالاعتداء على المواطنين. ويعبر نجاح هذه العملية التي مكنت من تحييد هذه العصابة الإجرامية من مدى انتشار الوعي لدى المواطنين وثقافاتهم الأمنية من خلال مشاركتهم في الحس الأمني من جهة، ومن جهة أخرى يعكس مدى نجاعة الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 في التدخل السريع لتفادي العواقب الوخيمة للجرائم قبل وقوعها.